ورد في الحديث الشريف: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما لا خير في جسد لا رأس معه، لا خير في إيمان لا صبر معه. الجسد يعيش بالرأس، إذا رأس مو موجود، إذا قطع شخص رأسه هل ينفع سلامة القلب؟ هل تنفع سلامة الرئة؟ هل تنفع سلامة الكبد؟ هل تنفع نقاء الدم؟ هل ينفع الوضع الصحي الجيد لكل الأعضاء؟ لا ينفع شيء من ذلك. الكبد كبد صحيحة، ولكن هذا الجسم لا ينتفع به. القلب قلب لا شيء، لا إشكال فيه، سالم، ولكن هذا الجسد صاحب هذا القلب لا ينتفع بهذا القلب. الإيمان مثله مثل الجسد، والصبر مثله مثل الرأس. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر يعني في الموارد التي لا حل، ماكو حل المشكلة، زوجة زوجها سيء الخلق، توسلت، دعت الله سبحانه وتعالى، نصحت، عالجت، لم يفد شيء من ذلك، بقي الزوج على سوء خلقه. هذه المرأة الصالحة المؤمنة تصلي، تصوم، تزور، تذكر الله سبحانه وتعالى، تأتي بالمستحبات، تترك المكروهات، ولكن رأس كل ذلك أن تصبر على سوء خلق زوجها بالمقدار اللي يمكن لها، تحاول لهداية الزوج، أما إذا لم يمكن وبالمقدار اللي لم يمكن، إذا صبرت يكون لها مقام عظيم. وبالعكس، زوج يصبر على سوء خلق زوجته، زوجته سيئة الخلق، نصحها، دعاها، دعا الله تعالى لإصلاحها، توسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لهدايتها، لم ينفع شيء من ذلك، أو لم ينفع كاملا وبقيت الزوجة على سوء خلقها، أما 100% بقيت على سوء خلقها أو أقل من ذلك، ماذا يصنع هذا الزوج؟ يطلقها أو يتحملها. هنا مقام الصبر. الصبر من الإيمان، إيمان هذا الزوج، جسد في هذا الجسد كل الأجزاء، ولكن انتفاع هذا الجسد بهذه الأجزاء رهين صبر هذا الزوج على سوء خلق زوجته. إنسان يبتلى بمرض والعياذ بالله، إنسان يبتلى بجار سوء، إنسان يبتلى بفقر، يعمل، يجاهد، يتعب،
لا يحصل بالمقدار الكافي، وليس هناك حاكم يتبع رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما ليقوم بواجب نفي الفقر عن المجتمع، يدعو يتوسل يحاول، بالنتيجة بقي على فقره، ماذا يصنع؟ يصبر أم لا؟ يسرق يظلم؟ إذا صبر هذا الصبر منزلته منزلة الرأس من الجسد، منزلته بالنسبة إلى كل أعمالك. الصبر محل ابتلاء كل رجل مؤمن وكل امرأة مؤمنة، كل شاب مؤمن وكل فتاة مؤمنة، بحاجة إلى عزم. رأس بلا جسد ينفع، إيمان بلا صبر لا ينفع. النفع الكافي، النفع المهم. نعم البدن بلا رأس له منافع، أما صاحب البدن لا ينتفع.